بين سحابي جديد ينطي أول ما تدخل 452 جيجا هاش، تمام، لتعدين العملات مثل ما تشوفون حضراتكم العملات الموجودة. نبلش من بيتكوين، تمام، ترون، بي ان بي، انواع العملات موجودة، لايت كوين، دوج، اي شي تريد موجودة، نانا، ايثريوم، ايا كان العملة اللي تدور عليه جنابك، تمام. هنا يعني انا خليت ال USDT، خليته 100%، تمام، مثل ما تشوفون هذا همينه فوله 100%، ينقص من هذاك، تمام، يشتغل بهذا كيفك، تريد تخلي هذا 30%، تمام، انا راح اخلي هذا 50% من القوة اللي موجودة عندي، تمام، وارجع ال TRX، اعدن على TRX، هم اخلي 50%، شوف ايش قد بقالنا، تمام، يقول لي 100، شوية خلي اشحن من هذا، يمكن ينقص، شوف، رجع، تمام، هو 100%، تمام. تجي هنا على 3 خطوط الديبوزيت، طبعا ما ننصح اي احد اي كان، ما ننصح بقضية الايداع والاستثمار، تمام، لان مواقع غير موثوقة ما نقدر نتحكم به، تمام. كوينز امونت، ايش قد تريد تستودع، هاي العملات اللي موجودة يمك تقدر تستودع بيهن، تمام. افيليت، نظام الافيليت الموجود، تمام، ليفل اول 15%، ليفل ثاني 5%، 0 USDT overload balance. هنا انا شي يقول لنا خلينا نترجم الصفحة ويكون واضح عند المشاركين الكرام، تمام. مكافآت المنتسبين موجود، هذا الرابط الإحالة الخاص بي راح أخليه أسفل الفيديو، تقدرون تدخلون عن طريق الإحالة أو تقدر تدخل عن أي شخص، لكن عن طريق الإحالة ينطيك بونس، وهاي 450 جيجا هاش. هنا أنا المكافآت اليومية، شوف المكافأة اليومية، تمام، من 1 إلى 5 ساعات، مو مثل المواقع البقية 6 ساعات فما فوق، هذا 5 ساعات فما فوق. مراجعة يوتيوب، تقدر تراجع عن الموقع، تمام، وترسل لهم فيديو راح يخلوا لك المكافأة الخاص بك مثل ما تشوفون حضراتكم. موقع تعدين سحابي، تقدر تسحب على اي شيء انت تريده. هذا رجعنا الهوم الخاص بهم، ايش قد يدفع، ايش قد موجود، تمام. نشوف شنو عندهم بعد، بلانس، الخطط، تقدر تشتري خطط 2، خلينا نترجم الخطط نشوف شو يقول. في اليوم 2%، فترة الاستثمار 180، 450 جيجا هاش، $10 باليوم 2.3 ينطيك، فترة الاستثمار 180 يوم، القوة راح ينطيك 1000 جيجا هاش، 30 راح ينطيك 3000، $70 ينطيك 7000، 150 ينطيك 150,000 جيجا هاش، التيتانيوم 180، وهكذا، يعني عن طريق الاستثمار عندهم خطط تقدر تستثمر به، تمام. الصفر حل، الصفر حر، يعني احنا نقدر نستثمر من عنده من خلاله. معلومات عن آلة الحاسبة عندهم، تعليمات، جهات اتصال، تمام، تقدر تشارك وياهم. اتمنى انه الفيديو تستفادوا من عنده، وان شاء الله ايامكم سعيدة، وكل عام وانتم بألف خير، صحة وسلامة يا رب، عيدكم مبارك. نتمنى منكم الاشتراك بالقناة و
اشتراك بقناة التليجرام، إن شاء الله ليصلكم كل جديد.